بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة دي هتبقى المحاضرة الثانية لتجميع الـ ENT Slides اللي بنبدأ ناخدها شوية شوية في بلاي ليست لوحدها بعد ما كنا جمعناها هي والـ Problem Solving في أول Lecture. لكن الأفضل إن احنا نخلي الـ Problem Solving والـ Multiple Choice Questions alone والـ ENT Slides alone. الـ ENT Slides هتفيدك في حاجتين. الحاجة الأولانية استعدادك للـ Practical Exam، ده مهم جدا، بيبقى عبارة عن Slides وحضرتك بتجاوب Short Questions عليها. والحاجة التانية training لل some pictures of diseases أو حتى some pictures of normal things، يعني إنك تشوف normal anatomy وتعلق عليه، أو إنك تشوف disease ال picture بتاعته وتعلق عليها from the theoretical background. فخلينا نبدأ الأول مع أول سلايد النهاردة. الصورة الأولانية structure، وأنا حاطط لك عليه arrow زي ما حضرتك شايف. أرجوك دايما ركز فين الأرو رايح. بيقول لك what is the structure referred to by the arrow. طبعا لو احنا نفتكر زمان دي كانت الميدل اير وده كان الايوستيكيان تيوب، فلو حضرتك قلت ايوستيكيان تيوب الاجابه صحيحه، لو حضرتك قلت فارينجو تيمبانيك تيوب الاجابه صحيحه. دول الاسمين بتوعها لو تفتكر من محاضرات النظري اللي احنا قلناها. طيب mention the differences between the adult and the children as regards the structure. ده ايه الديفرنسز اللي كانت موجوده ما بين الادلت وما بين التشيلدرن؟ لو حضرتك تفتكر في التشيلدرن كانت ايه؟ كانت it is wider, it is shorter, it is more horizontal. وساعتها لو تفتكر برضو انا قلت لك ان الكلينيكال سيجنيفيكانس ده وده ممكن يجي سؤال سيبريت لوحده، ان ده بيخلي الاكيوت اوتيتس ميديا مور كومن ان ذا تشيلدرن. ليه؟ لان اي انفكشن بيجي في النوز سهل قوي يجي عن طريق الاستيكيان تيوب في التشيلدرن اللي هي بتبقى مور وايد، يعني وايدر ومور ترانسفيرس ومور هوريزونتال. طيب it is opening او this structure يعني it is open in a، هو المفروض ان الاستيكيان تيوب actually هي closed، انما هي بتopen في كام situation. احنا حافظين situations دي من دراستنا الاكيد في theoretical: swallowing طبعا، yawning لو الواحد بيتاوب، وكمان sneezing لو حضرتك تفتكر. وساعتها قلنا ان coughing مش صح، يعني it is not opening in coughing. طيب تعال نشوف السلايد اللي بعد كده. Name the following instrument. أرجوك اوعى تغلط وتقولي ده اوتوسكوب. It's not an autoscope. It's a pneumatic autoscope. طالما في cuff attached لي. It's a pneumatic autoscope. طيب what are the uses? Mention its uses. لو حضرتك تفتكر احنا خدنا ده ليه؟ To detect the mobility of the eardrum. فاكر؟ To detect the mobility of eardrum. إن احنا واحنا بننفخ هواء اقدر وانا ببص بالاوتوسكوب بتاعي من هنا واللايت جوه على الاير درام وانا ببص من هنا، اقدر انفخ هواء، الهواء ده يحرك الاير درام، فاقدر اطمن ان الاير درام كانت موبايل. وده اللي بيفرق كل النورمال اير درام والريتراكتد ايفن اير درام من الادهيزف. لان حاجه لو تفتكر الادهيزف اوتيتس ميديا لما كنت بعمل النيوماتيك اوتوسكوبي ما كانش الاير درام بتتحرك. يبقى اليوزز بتاعتها to detect the mobility of the eardrum in cases of normal eardrum, retracted eardrum and to differentiate it from adhesive eardrum. ده اليوز الوحيد. لا هو حقيقي في يوز تاني هناخده بعدين في محاضرات الثيوريتيكال اللي هو to detect if there is a fistula sign ولا لا. يعني ايه؟ في درس من الدروس اللي احنا هناخدهم بعد كده اسمها لابرينثين فيستولا. الفيستولا دي اللي بيحصل فيها communication ما بين الميدل اير وما بين الانر اير. طالما في فيستولا معنى كده ان في باري ليمف. الباري ليمف ده لو خرج العيان بيحس ان هو ديزي، فيجي لك العيان تبص على الاير درام من بره تلقى الاير درام نورمال ما فيش فيها حاجه. طب انا عايز اعرف كان عنده فيستولا ساين ولا لا. فكنا بنعمل حاجه من اتنين، يا اما بندي ريبيتيتيف بريشر على التريجس، ودي حاجه زي ما قلت لك هنشرحها بالتفصيل ليتر اون، او بنعمل الجاشز اوف اير، يعني عمال بنفخ الكاف دي وبحرك الاير درام ريبيتيدلي، اكني بعمل حركه في الميدل اير ريبيتيدلي. يعني لما تحرك الميدل الاير درام مره 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 ورا بعض، فانت اكنك بتعمل جاشز اوف اير جوه الميدل اير، وبالتالي ده اللي هيستيميوليت الفيستولا. لو في فيستولا فالعيان يدوخ. طيب لو العيان عملنا له التست ده وما لقيناش عنده القصه دي، ما لقيناش بيدوخ ولا عنده نيستاجمس، يبقى اسمها فيستولا ساين نيجاتيف. اسمها فيستولا ساين نيجاتيف. يبقى ايه اليوزز بتاعت ده؟ تو ديتكت ذا موبيليتي اوف ذا اير درام زي ما اتفقنا، والحاجه الثانيه ان فيستولا ساين تيستينج. طيب ايه السلايد اللي بعد كده؟ ده ديزيز. اول حاجه قلت لك نيم ذا ديزيز. حضرتك شايف الديزيز هنا عباره عن ايه؟ This is a microtia and meatal atresia. ارجوك This is a microtia and meatal atresia. المايكروتيا ليه؟ لان الاوريكل ديفورمد، وميتال اتريزيا لان الكانال كلوزد. طيب true or false that if this side
if this disease is bilateral, the child is deaf mute. يعني لو فرضنا ان الطفل ده عنده الناحيتين الاثنين شبه دي، هل الطفل ده deaf mute؟ هل الطفل ده اطرش وما بيتكلمش؟ طبعا السؤال ده غلط 100%، يعني ارجوك اوعى تقول كده لان it's a false statement. لا طبعا هو مش deaf mute. هو امتى يكون deaf mute؟ ما كانتش، لو ما كانتش المشكله في الكوندكشن، لو كانت المشكله في الانر اير، يعني الطفل اللي عنده bilateral congenital anomaly inner ear وعنده bilateral sensory neural hearing loss، هو ده اللي بيتولد deaf mute. اما الطفل اللي عنده المشكله في الكوندكشن، هو بيسمع بس بيسمع without magnification، وبالتالي ارجوك it's not a deaf mute. هو عنده decreased hearing وعنده delayed speech، عنده decreased hearing وعنده delayed speech بس مش deaf mute. deaf mute applied only للsensory neural. طيب treatment if bilateral would include، لو حضرتك الحالة دي bilateral هتعمل له ايه؟ الطفل اتولد عنده bilateral كده، تفتكر معايا كنا بنعمل ايه early وكنا بنعمل ايه preschool؟ كنا بنحط باها bone anchored hearing aid، فاكر؟ ارجع لمحاضرة النظري لما كنا بنحط هنا زي سماعة ليها سكرو بحيث ان الطفل ده يتعلم يسمع من بدري فما يفقدش القدرة على الكلام من بدري، ولما تيجي قبل المدرسة نقدر نعمل له الاوبريشن بتاعتنا اللي هي اسمها ميتو كانالو او كانالو ميتو بلاستي مع الكوركشن بتاع الاوريكل شيب اللي هي الاوريكلو بلاستي. فاذا كانت الكونديشن بايلاترال هنعمل باها ايرلي وهنعمل الاوبريشن اللي هي البلاستيك سيرجري مع الكانالو ميتو بلاستي مع الاوريكلو بلاستي، ده بري سكول. طب لو يونيلاترال بقى، خليني اضيف لك، لو يونيلاترال كله بري سكول لان الطفل الودن الثانيه بتاعته سليمه وبالتالي مش خايف عليه من تاخير الكلام لانه بيسمع بالثانيه، انما لو بايلاترال باها وبعدين الكوركشن سيرجري. طيب الصوره دي كمان، نيم ذيس كونديشن بليز. الكونديشن دي ايه حضرتك شايفها؟ اوبننج عند الروت اوف ذا هيليكس. الاوبننج دي اسمها بري اوريكولار ساينس، واخد بالي انه احيانا ممكن تجي لي سيست ما تجيش ساينس، يبقى هقول ساينس اند سيست. دي بري اوريكولار ساينس. منشن اتس كوز، تفتكر برضو حضرتك الكوز بتاعها هي كانت كونجينيتال انومالي دي تو بيرزيستنس اوف اي سم، كان في سم ابيثيليال سيلز كانت بتتحوش موجوده ديورينج كلوجر، بيتقفل عليها الجلد من بره وبالتالي كان بيبقى فيه ابيثيليال ديبري او ابيثيليال سيلز انسايد، ودي اللي كانت بعد كده لما بتبقى انفكتد بتعمل ساك او بتعمل كيس وكانت بتعمل سيست وبعدين ليتر اون تعمل الابسس. طيب وات از ذا تريتمنت if it is causing recurrent infection؟ الجمله دي مهمه قوي لان لو هي مش سيمتوماتيك، يعني اسيمتوماتيك، احنا ما بنعملش حاجه خالص، وفي ناس كتير بيقولنا ادلتس وما عندهم البتاع دي من غير ما نعمل لهم اي مشكله، من غير ما نعمل اي اوبريشن. لكن what is the treatment if causing recurrent infections؟ so if it is causing recurrent infections you are going to medically treat the acute infection antibiotics وantibiotic cream وانالجيزيا لو في pain، ثم بتعمل ايه؟ بتعمل elliptical incision كده كده لو تفتكر المحاضرة بتاعتنا، وتشيل السينس والتراك بتاعه من تحت الجلد وتشيل السيست بتاعته او الكيس بتاعته من جوه وبتطلع تاني من هنا وبعدين بتقفل الووند بتاعك. يبقى احنا بنعمل elliptical incision حواليه السينس، بنشيل الجزء ده كله اللي فيه السينس ونمشي مع التراك under the skin ونشيل التراك بالساك بتاعته ونطلع وبعدين نقفل السكين انسيشن اللي احنا عملناها. يبقى الحل بتاعه او الميديكيشن medical treatment for the acute infection then surgical correction او surgical excision of the sinus and the tract. طيب الصورة دي after a boxing game what is the diagnosis؟ the diagnosis is auricular hematoma. طيب what is the treatment يا دكتور؟ اول حاجه احنا كنا بنعمل ايه عشان نكونفيرم الدايجنوزس؟ كنا بنعمل اسبيريشن، لو طلع بلاد بيور بلاد كنا بنعمل ايه؟ وات از ذا تريتمنت؟ كنا بنعمل يا اما اسبيريشن ايفاكيويشن، اسبيريشن يعني بعمل بسحب 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 لحد ما افضيها، او لو كانت اورجانيزد كنت بعمل ايه؟ انسيجن اند درينج، يعني جيت اسحب لقيت ان جزء منها فضه وجزء لا، يبقى يا اما اسبيريشن ايفاكيويشن يا اما incision and drainage، والاثنين كانوا followed by ايه يا دكتور؟ كانوا followed by pressure bandage، يعني لازم اربط راس العيان واربط الجزء ده ببريشر علشان ما يحصل لهاش reaccumulation تاني، ودي في نفس الوقت antibiotics prophylaxis علشان ما تتقلبش الى abscess. طيب
What are the sequelae if left untreated؟ يعني لو سبت القصة زي ما هي كده هيماتوما وما عالجتهاش تتعمل ايه؟ احفظ ورايا او افهم ورايا. الهيماتوما اللي كانت فلويد تبقى اورجانيزد هيماتوما، وبعد ما تبقى اورجانيزد هيماتوما صعب تخرج تتحول لابسس، وبعد ما تتحول لابسس ممكن تأثر على الكارتليج فتعمل بيريكوندرايتس، ولو عملت بيريكوندرايتس ممكن تعمل كولي فلاور. يبقى if left untreated organized hematoma then abscess auricular abscess then perichondritis then cauliflower ear. دول الخمسة سلايدز، وإن شاء الله هنتابع في محاضرات أخرى later on دي session، وهنكمل بعد كده في session ثانية إن شاء الله. و thank you so much.